دايما التفاصيل بتصنع الفارق. الفتاة الإسكندرانية عز عاطف بتبدع في تنفيذ وتصميم الأكل المصري بالصلصال الحراري وبشكل متقن جدا وبحجم العملات المعدنية. الحقيقة كل قطعة بتصنعها عزة بتكون فريدة من نوعها. خلونا نشوف تقرير عنها ونرجع ليكم مرة تانية. انا من وانا صغننه بحب قوي الرسم واي حاجه بالهاند ميد، بحب قوي التصوير، بس لقيت نفسي اكتر في الصلصال الحراري وخصوصا مصغرات الاكل المصري. اول حاجه في الاكل كانت ساندوتش كبده اسكندراني. انا اصلا بحب الاكله دي جدا، فكنت بلعب كده بالليل ورحت مطلعه ساندوتش وصورته زوم قوي ووريته لجوزي، فهو بيحسب ساندوتش بجد. فانت ايه ده بجد؟ هو شكله قريب قوي كده يعني. بعد كده عملت الفطار اللي هو الفول والفلافل والفلافل اللي في القرطاس، والقرطاس عليه نقطه زيت وكده، وبدات انزل الحاجه، فبقت الناس بقى ايه، ما كانش حد خالص بدا يعمل الحاجات دي، فكانت الناس عندها شويه انبهار على شويه بقى، لا دي اشتغالات، لا ده فوتوشوب، حاجات كده يعني. شويه شويه بدات اصور فيديوز للحاجه بتاعتي عشان الناس ما تشككش في ان انا لعبه في الصوره او حاجه. وبعد كده بقى بدات ان انا اكلات ورا بعضها بقى، الكشري المصري، المحشي، الفراخ وبرام الرز المعمر والحاجات دي، والحمد لله كانت الناس بتفرح بيها جدا. اول يوم رمضان عملت طبليه تقريبا في الحجم ده كده، وعملت عليها بطه قد الجنيه المعدن وصنية جلاش، وبتاخد منها حتتين محطوطين في طبق، وبرام ملوخية وبرام بامية، وطبعا البامية بتحب البتنجان المخلل، والليمون المعصفر، شوية عيش، كل ده على الطبلية. وبعدين رحت عاملة كمان صينية جنب الطبلية يعني فيها بقى الحاجات اللي بنشق عليها رقنا، اللي هي بقى الصوبيا والخروب والتمر هندي في شفشق صغنن وكوبايات صغننة. لما نزلته الحمد لله يعني جاب فيدباك حلو قوي من الناس، والناس كانت مبهوره بالحجم كمان والتفاصيل الصغننه الحمد لله. طبعا بعد الفطار بقى لازم نقعد شويه كده، اعمل بسبوسه بالقشطه، اعمل حلويات، وبالليل بقى السحور. فعملت الفول، عملت بيض، زبادي، ايه تاني، عصاير، حاجات كتيره جدا بتاعت السحور عملتها عشان يبقى كملت الوجبه بتاعت اليوم كامله. التعب والمجهود بتاع اليوم كله انا بضيعه شويه بالليل كده لما بلعب شويه بالصلصال. كومنت حلو بقى على الفيسبوك بينسيني كل حاجه يعني، الكلام الحلو من الناس، وانتي فكرتيني ببيت جدتي، والطبليه دي فكرتني باحلى ايام حياتي. الحاجات دي بجد بتنسيني اي تعب انا شفته يعني.